فتح فضاء صدى الأقلام موسمه الإبداعي بضيف مميز، مميز لأنه لا ينتمي إلى أي من الألوان الأدبية، لكن هؤلاء المسرحيين والسينمائيين والكتاب والإعلاميين اجتمعوا من أجل أن يقولوا لفتح النور بن إبراهيم مسؤول الإعلام على مستوى المسرح الوطني محي الدين بشطرزي، ليقولوا له: قاوم، فإن المرض ليس النهاية، هو مجرد درج أعلى لترى بوضوح أكبر. إخلاص ومحبة أصدقائي لي، ما كانش عندي شك أنه هذه المرحلة تاع المرض اللي ما عادش نفوتها وحدي، نفوتها مع أصدقائي، مع عائلتي، مع أحبائي، حتى الناس اللي ما نعرفهمش اللي يوقفوا معي، لأنه ما يبنى بالحب وما يبنى بنية صافية وما يبنى بالأخوة أبدا لن يكون يعني يذهب هكا هباء. أعين طالها الشوق وبعضا من الغيظ لإنسان كان محوريا، كان يسمى المليون، صيحاته تحفظها جدران بشطرزي لأكثر من عقد من الزمن. صحيح أن صوته لم يعد يطيق الصياح كما كان، أعرف أنه يتألم كثيرا. وشعره الأملس لم يعد كذلك أيضا، قضت عليه حصص العلاج الكيماوي للمرض الخبيث، لكن فتحي كما هو دائما يضحك يفرح ويبكي، لأن مشاعره الصادقة لا تعرف أن تختبئ وراء البروتوكولات.